بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله فيديو مهم جدا، فيديو هوضح فيه الفرق ما بين الإيجار السياحي والإيجار الشهري والإيجار السنوي. يمكن ناس كتير تقول يعني الفرق واضح، لأ أنا اكتشفت للأسف إن الفرق مش واضح وفي ناس كتير مش فاهمة وفي تفاصيل كده بسيطه لازم الناس تاخد بالها منها علشان محدش يظلم في حد السوق والناس كلها تبقى فاهمه كل التفاصيل طبعا الناس اللي عايشه في تركيا فاهمه اللي انا بتكلمه ده لكن في ناس كتير لسه بتبقى جايه او جت مش فاهمه الكلام ده وممكن بسبب عدم فهمهم يظلموا ناس فانا عشان كده عايزه اوضح الفرق ما بينهم يلا بينا مع فيديو جديد من فيديوهات مصريه في اول حاجه هنقول ان الايجار اليومي والايجار الشهري بيندرجوا تحت بند الايجار السياحي والايجار السياحي هنا مقصود بيه ان هو ايجار لمده قصيره يعني هي جايه او جاي لحد مثلا حد جاي لفتره بسيطه في المكان وعايز شقه لكن يقيم فيها لكن مش بشكل دائم يعني فهو ده معنى الايجار السياحي ممكن يبقى لمدة يوم اتنين تلاتة اسبوع او ده الايجار اليومي وممكن يبقى انا عايز الشقة دي شهر او شهرين وهي هي نفس الفكرة في ان هي ده ايجار مؤقت لكن الفرق ان زي ما قلنا الايجار السياحي لو بيتأجر باليوم فاليوم بيبقى بمبلغ مثلا سي مثلا صاحب الشقة بيأجر بخمسمائة ليرة لكن لو حد لو احنا ضربناها في الشهر ال 500 دول في مثلا في 30 يوم هيبقوا ب 15 ألف ليرة مثلا فلو انت هتاخد الشقة بالشهر هتاخدها عشان واخدها شهر كامل هتاخدها مثلا ب 10,000 ليرة بدل 15,000 ليرة فأصبحت كده اتوفر معاك 5,000 ليرة لأنك خدتها شهر على بعضه آه كمان بيدفع تأمين لأن ممكن يحصل أن مثلا أنت خلال الفترة اللي أنت عايدها يحصل أي مشكلة في الشقة وخصوصا لو معاك أطفال أو آه كمان صاحب الشقة بيبقى عايز يطمن أن هو ما يعرفكش فبيبقى صاحب الشقه عايز يطمئن آه على شقته وان فيها اشياء ثمينه وفيها اجهزه وحاجات زي كده آه فبيبقى بيحط مبلغ تامين عشان لو حاجه اتكسرت او كده يعني آه بيكون شامل الايجار المؤقت ده شامل اليوم الغاز والكهرباء والميه فانا بدفع 500 ليره مثلا لصاحب الشقه شاملين الثلاث حاجات دول نيجي بقى مثلا للايجار السنوي الايجار السنوي بيكون اللي هو لمده سنه الاعدادات بتاعه الشقه بتكون غالبا مقفوله مش مفتوحه ولو مفتوحه حضرتك اللي بتتحمل دفع الكهرباء والغاز والميه ده اذا كانت مفتوحة لكن لو مقفولة حضرتك اللي بتفتحهم سواء على اسمك او على اسم حد بيبقى مثلا لا اما تعرفه وهيفتحها لك هو لا اما حد بتدفع له فلوس عشان يفتحها لك لحد ما حضرتك بتطلع الكملك او الاقامة بتطلع لك طبعا بيدفع للشقة دي آم تأمين آم ممكن شهر وممكن شهرين بيدفع لها شهر مقدم واحيانا بتوصل لست شهور ولسنه مقدم في بعض الاماكن وفي بعض اصحاب الشقق بيبقوا حاطين مثلا فرشين فرش فخمة او كده وعايزين يطمنوا على حاجتهم او مش عايزين ان مثلا انا اجر النهارده وصاحب الشقه يسيبها بكره فبيبقوا عايزين يضمنوا حقهم فبياخدوا مثلا ست شهور او سنه مقدم لكن العرف اللي كان سائد ان هو شهر تامين او شهرين مع شهر كوميسيون مع شهر مقدم ده العرف لكن زي ما قلنا كل صاحب شقه بيقرر على حسب ما هو عايز وده ما فيهوش اي افتراء طالما انت قبلت أه قبلت على كده هتاخد تمام ما قبلتش بتشوف شقة تانية الموضوع عرض وطلب وكل واحد بيأمن نفسه بوجهة النظر اللي هو شايفها اه في نقطة كمان عايزة أوضحها اه مثلا اه واحد عنده شقة وعايز يأجرها اه مثلا هو كان مأجرها سنوي وبعدين عايز يأجرها سياحي او عايز ياجرها مثلا لمده شهر او شهرين كده سياحي وبعد كده هيرجع تاني أجرها سنوي مثلا هل ده مش مسموح لا مسموح طيب هو كان بياجرها مثلا في الشهر سيب ب 5000 ليره طيب لو انا ده الشهر في السنه في الايجار السنوي هل هو دلوقتي لما يجي ياجرها باليوم هيقسم ال 5000 ليره دول على ال 30 يوم ويطلع المبلغ اللي هو هيطلع من ال 5000 على 30 لصاحب او المستاجر اللي جاي لجار المؤقت باليوم ده هيقوله مثلا سي الشقه ب 100 ليره في اليوم اكيد لا اقل شقه دلوقتي اقل شقه بتتاجر ب 400 وب 500 ليره مش اقل من كده ابدا مفيش مهما كان مستوى الشقه لان زي ما قلنا الشواء مستويات ولو الشقه فخمه اكيد هيبقى ايجارها اعلى من كده لكن هو دلوقتي دخل ايجار مؤقت فيها صاحب الشقه اللي ماجر له هيتحمل ايجار ميه وغاز وكهرباء واحنا في شتاء فمثلا ممكن يفضل اللي هو الغاز مفتوح فبالتالي بيامن الايام اللي هو قاعدها دي هو بيستع... بيستخدم كهرباء وبيستخدم غاز وبيستخدم ميه كل دي فواتير صاحب الشقه هيدفعها فهو ما بياخدش المبلغ صافي هو هيدفع منها عدادات تمام ف... فبالتالي المبلغ شامل ده فمثلا اجر الشقه فاكيد بياجرها بالمبلغ اللي هو شامل ده فبيبقى مثلا ب 400 500 ليره لكن مش هيبقى اقول اصل ايجار الشقه سنه وانا عرفت مثلا او الشخص مثلا اللي هو في الشقه عرف ان الشقه دي بتتاجر سنوي بمبلغ مثلا 5000 فانا يعني ما بتتاجر في الشهر لمده سنه يعني بيدفع في الشهر 5000 ليره فانا دلوقتي جيت اجرها كام يوم فاكتشفت ان هو بيأجر لي ب 500 ليره في اليوم فانا اقول كده ده حرام عليه ده بيأجرها في الشهر بكذا لا طبعا ده نظام وده نظام في فرق بين ده وفي فرق بين ده انا دلوقتي داخل زي ما قلت شامل كل شيء شامل كهرباء وميه وغاز في الشقه والتاني بقى اللي هيقعد سنه في الشقه ده هيدفع شهري هي هيبقى حضرته هيدفع تامين وهيدفع فاتحه عدادات وهيدفع فلوس كتير جدا في الاول زي ما قلنا ممكن يدفع أربع شهور يعني هيدفع عشرين ألف ليرة علشان يقعد في الشقة ويستقر في الشقة وبعد كده يبتدي يدفع شهري خمسة آلاف ليرة غير اللي جاي باليوم وده غير اللي هو بقى العددات اللي هيدفعها التاني يعني لكن ده هيجي هيقعد زي ما هيقعد هيقعد تلات أيام أربع أيام أسبوع شامل كل شيء وهياخد بعضه ويطلع من الشقة هو في, الـ في, الـ في الأثناء دي هو استهلك الشقة على فكرة واستهلك العددات اللي في الشقة فده له حساب وده له حساب ده انا حبيت اوضحه علشان خاطر تبقى الامور واضحه للناس كلها ويبقوا فاهمين يعني ايه انا اخش في شقه اجرها باليوم ويعني ايه ادخل الشقه دي اجرها بالشهر وابقى فاهم الفرق ما بينهم آه يا رب يكون آه الامور واضحة قدامكم ووصل المعنى اللي انا عايزه اوضحه آه ويكون الفيديو فادكم يا ريت بقى ما تنسوش لايك للفيديو اللي اول مره يشوف القناه يساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات مصريه في بورصه